ومن الاتحاد الأوروبي أتحول إلى الهند. سجلت الصحة الهندية 9900 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي إلى 276,583 حالة. في بيان لها أكدت الصحة الهندية تسجيل 279 وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد ضحايا الفيروس في الهند 7745 حالة وفاة. لمزيد من المتابعة والنقاش ينضم إلينا عبر سكايب من نيودلهي دكتور وائل عواد، المتخصص في الشؤون الأسيوية. دكتور وائل، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. يعني لو تقربنا أكثر من المشهد عن كثب في الهند وتداعيات فيروس كورونا وإلى ما وصلت الحالة في الهند الآن جراء هذا الفيروس. وسألتم أوقات، نعم، في الواقع هناك زيادة كبيرة في عدد الإصابات في الهند، خصوصا في العاصمة دلهي، حيث احتلت العاصمة دلهي المركز الثالث من بين الولايات التي تتعرض لهذه الجائحة فيروس كورونا. والسبب يعود إلى أن الحكومة بدأت بفتح الأماكن العامة والمولات وأيضا الأسواق الشعبية، وهذا ما شجع الكثير من الناس إلى التوجه إلى الأسواق والعودة إلى الشوارع وهذا الازدحام الكبير. ولذلك فإن الحكومة الهندية تقيم هذه الإجراءات الآن لكبح هذا النوع من الارتفاع في هذا العدد، وأيضا توفير الأسرة بشكل كبير لسكان العاصمة وعدد من الولايات الهندية التي الآن تواجه هذه طيب الزيادة. تحديدا فيما يتعلق دكتور وائل بتقليص أو يعني تخصيص أسرة المستشفيات في نيودلهي لسكان العاصمة فقط، لماذا قد تلجأ نيودلهي لتخصيص الأسرة في المستشفيات إلى سكان العاصمة فقط دون باقي يعني المناطق في الهند؟ دكتور وائل، معك بالتليفون اعتقد. نعم تفضل. نحن بعد ان تاكدنا من ما يحدث في العاصمه دلهي، طبعا كبير وزراء الولايه تحدث عن موضوع الحكومه الهنديه بما تعانيه من هذه المشاكل بسبب ان الاصابات القادمه من الولايات المجاوره سببت بزيادة استخدام الأسرة التي كانت مخصصة لسكان العاصمة، وسكان العاصمة يقدر عددهم بقرابة 22 مليون نسمة. لذلك هو أراد أن تكون هذه النسبة أكبر لسكان العاصمة من الأسرة، أكبر عدد من الأسرة. لكن كبير الوزراء طبعا محافظ دلهي قال بأنه لا يمكن أن نقوم بهذه العملية، وإنما يجب أن تكون لجميع السكان. نعم. طيب دكتور وائل، يعني معظم دول الاتحاد الأوروبي إن كنت تتابع ومن المؤكد حضرتك تتابع بدأت في الفتح التدريجي كما حدث في الهند، ولكن الدول نوعا ما مسيطرة على أعداد المصابين. ما المختلف في الهند؟ لماذا هناك تزايد في أعداد الإصابات؟ هل المواطن الهندي لا يلتزم ربما بالإجراءات الاحترازية المفروضة عليه من لبس الكمامات والوقاية التباعد الاجتماعي وغيرها؟ ربما تكون هذه من أحد الأسباب في الواقع عودة الانتشار للإصابات، لكن السبب الآخر أيضا هو بسبب أن الحكومات الهندية أو حكومات الولايات الهندية لم تتخذ الإجراءات الكافية، أي بمعنى أنك أبقيت الناس بداخل منازلهم في الإغلاق التام لأكثر من 75 يوما. ولكن السؤال هنا يطرحه الشارع، ماذا فعلت لكبح هذه الجائحة؟ هل وفرت الأجهزة الطبية الكافية؟ هل وفرت الأدوية الكافية؟ هل وفرت الكمامات؟ وهل وفرت أيضا الأسرة؟ لذلك هناك نوع من التساؤلات التي يطرحها الشارع الهندي. الأمر الآخر أيضا هو أن الدول الأوروبية وصلت إلى ذروتها في الإصابات، أي بمعنى أن الخط البياني قد وصل إلى ذروته ومن ثم بدأ بالانحسار. الهند ودول آسيا بشكل خاص لم تصل بعد إلى هذه المرحلة من الارتفاع، لذلك هناك نوع من الزيادة، وهذا متوقعا أن تكون هذه الإصابات قد تزداد، وهناك توقعات أن ترتفع في الواقع خلال شهر. الإصابات في دلهي ربما قد تصل في نهاية الشهر المقبل إلى قرابة 500 ألف شخص،
إذا الموضوع لم تصل بعد الخط المياري لم يصل إلى الذروة، وبالتالي هذه الإصابات موجودة. كذلك الأمر عدد السكان الهائل في الواقع الذي لا يسمح بالتباعد، وأيضا هناك ما يسمى بالانتقال العدوى عن طريق التجمعات، وهذا هو أحد الأسباب التي تطالب البعض هنا بما يسمى بعملية مناعة القطيع. وربما هذا الفتح الآن ليتلقى أكبر عدد من الناس هذه الإصابات، وقد تتفاوت هذه الإصابات. أيضا دكتور وائل، نعم تفضل. وأن الكثير من الأطباء في والمراكز الطبية في الهند يتعرضون إلى المضايقات والضرب من قبل أهالي المرضى، وهذا ما حصل قبل قليل في ولاية أندرا براديش، حيث كان هناك مستشفى وتعرض فيه الأطباء إلى الضرب من قبل ذوي أحد المرضى، ولذلك هناك احتجاجات بأنه لا توجد حماية كافية للأطباء، وهناك مخاوف حتى من تعرض هذه الأجهزة الطبية إلى هذه الاعتداءات التي تمنعهم من القيام بدورهم الإنساني. يعني دكتور وائل، ما تتفضل حضرتك بذكر من عدم توفير الأسرة وعدم توفير بعض إجراءات الحماية يتناقض تماما مع التقارير التي تتحدث عن أن الحكومة ومنذ وصولها في 2013 أعطت أولوية للقطاع الصحي، صحيح؟ الحكومة أعطت أولوية للاستثمار في القطاع الصحي، هذا يتعارض تماما مع ما تتفضل بذكره الآن دكتور وائل. الحكومة الهندية أعطت القرار بالقطاع الصحي بمعنى أنها حاولت أن توفر الكثير من الأسرة وكذلك المستشفيات المتنقلة، لكن نحن نتحدث هنا عن أرقام خيالية، لا يمكن لأي دولة في الهند أن تقوم بهذه الحالات الطوارئ. لذلك كل هذه الإجراءات هي كانت إجراءات احتياطية وتوفير الأماكن لعلاج المرضى، لكن بتبقى قليلة إذا ما تفشى هذا المرض بشكل كبير. طيب دكتور ويل، يعني هل تتوقع أن تزيد أو تكون أو تفرض الحكومة الهندية إجراءات ربما أكثر صرامة للحد من انتشار هذا الفيروس وتقليل عدد الإصابات نوعا ما، بحكم أن هناك توجه عالمي نحو التعايش مع فيروس كورونا بشكل عام؟ تماما، الحكومة الهندية ستقوم بشكل أو بآخر، ربما هناك دراسة الآن للعملية رفع الإغلاق التام بشكل تدريجي، أي ليس كما فعلت الآن، وربما تقوم بالإغلاق ومن ثم الفتح لبضعة أيام. لذلك هناك اجتماعات للمسؤولين وأجهزة طبية في الهند في أكثر من ولايات الهندية لضمان عدم تفشي هذا الوباء بشكل كبير. في الواقع هناك ولايات قد تحسنت فيها الإصابات وأيضا عملية الشفاء. علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن النسبة الآن تجاوزت 48% أيضا من نسبة الشفاء من هذا الوباء. لذلك الحكومة الهندية تدرس إمكانية فقط الحجر التدريجي، رفع الحجر التدريجي من بعض المناطق الموبوءة. طيب دكتور وائل، أسوشيتد بريس كانت تتحدث عن أن يعني نيو دلهي تحديدا تتمتع بنظام صحي الأكثر رعاية في الهند، بصفة حضرتك موجود في نيو دلهي، كيف تصف النظام الصحي هناك؟ النظام الصحي بالهند، نعم هناك مستشفيات خاصة بشكل كبير، وهناك أيضا مستشفيات عامة وتوفر كافة الحاجيات والأدوية لكل المرضى الذين يترددون عليها. لكن كما قلت، إذا كانت حالة طوارئ من الصعب جدا على الحكومة الهندية أن توفر ذلك. علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا أن البنية التحتية للقطاع الطبي في الهند ما زال ضعيفا على الرغم من هذه التقارير، لأن نعم. الهند بلد ضخم وتحتاج إلى الكثير من الاستثمار في هذا القطاع، وهناك عدد هائل من الأطباء، لكن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مقارنة نسبية مع عدد السكان، هناك 3 أسرة ل30,000 شخص، وهناك 3 طبيب ل12,000 شخص، إذا ما زالت الهند بحاجة إلى تحسين في هذا القطاع. طيب دكتور وائل، أخيرا حضرتك تحدثت عن 48% نسبة شفاء في الهند، نسمع كثيرا عن تجارب سريرية ولقاحات في مختلف دول العالم، أين تقف الهند في رحلة البحث عن لقاح أو عقار لعلاج فيروس كورونا؟
تماما، هذا السؤال مهم جدا، وفي الواقع الحكومة الهندية دائما في التوصل إلى هذا اللقاح، وبدأت بعمليات التجربة على البشر لهذه اللقاحات، وهناك أكثر من 5 شركات هندية مختبرات بشراكة دولية تحاول التوصل إلى اللقاح، وأعتقد أن التجارب قد بدأت، وربما تكون الهند من أولى الدول التي ستتحقق النجاح في هذا المجال. نعم، دكتور وائل عواد المتخصص في الشؤون الآسيوية كنت ضيفي من نيودلهي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.